مين؟ مين؟ أدهم، أستاذ أدهم، ألو؟ من بالبيف؟ ألو؟ أيوة يا أستاذ أدهم اتفضل. طب معلش حاول تكلمنا مرة تانية. أسماء من أسيوط، أيوة يا أسماء. ألو؟ اتفضلي يا أسماء، أيوة أنت على الهواء، اتفضلي يا حبيبتي. أنا ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا أسماء. أنا عايزة بس إعدام لأبوه، عشان أنا بقالي 10 سنين متجوزة وما ربنا ما عطانيش. اه، وعايزه الاعدام لابوه. لازم. انا ببص عليه بقول يا رب كان يدهناني. يا رب ان شاء الله اعدام، ان شاء الله اعدام. امه مالها الذنب. بس انا بس اللي يهمني اكتر اللي انا عامله الحلقه دي عشان النهارده، ارجوكم اللي يشوف طفل بيتعذب ما يسكتش، ما تسكتش. كلم 16000 نجده الطفل، رقم نجده الطفل 16000، تكلمهم تقول لهم بيحصل كذا كذا في المكان الفلاني، هم هيجوا. او انزل بلغ الشرطه، يعني انزل بلغ الشرطة. معايا مين؟ ألو؟ 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 معلش حاول تكلمنا مرة تانية. طيب ده إعدام طبعا إن شاء الله فورا، يعني إن شاء الله ده طبعا طبعا، والأدلة يعني كلها ضده، والشهود ضده، والتقرير الطب الشرعي ضده، وشهادة الأم ضده، وكل حاجة. لو رجع بيكي الزمن تعملي إيه؟ أنا؟ أه، لو رجع بيكي الزمن وشفتيه بيمد ايده على ابنك اللي عنده شهر واللي عنده بقى لحد ما بقى عنده شهرين لحد ما بقى عنده 3 شهور، تعملي ايه؟ موته. هتموتيه؟ او تروحي لاهلك تشتكي لهم، تاخدي ابنك وتجري تهربي. هي لحقت. لحقت 3 شهور ما لحقتش؟ هي ما لحقتش ان هي تهرب. انت ابنك قافل عليها بمفتاح عشان ما انزلش اجيب الجيران اللي تحتيه. افتكرت ان في مفتاح معايا جوه في الاوضه. امال ازاي كنت بتعرفي توصلي للاستاذ هشام وتشتكي له؟ لا معاه تليفوني حضرتك، وكان معاه تليفون واخد منها تليفون اخر مره. اخر مره كان معاه تليفون خالص، اقسم بالله. طيب معايا احمد من المنيا. الو؟ الو يا فندم، سلام عليكم. ايوه استاذ احمد اتفضل. ايوه يا فندم، هو اب ايه يا فندم اللي يعمل في ابنه كده؟ مش عارف، معرفش، مش عارف، معرفش احنا ازاي وصلنا للمرحله دي. اكيد كان شارب مخدرات ولا باين. اكيد، ما هي لسه المخدرات هتعمل فينا اكتر من كده كمان، يعني لسه مخدرات هتعمل اكتر. يعني معلش، هو بابا اللي قاعد جنبها ده معلش يعني ولا في دماغه اساسا؟ مين قالك انه مش في دماغه؟ معلش يعني يا جماعه انا ما بحبش الاحكام كده. ايه، مين قالك مش في دماغه؟ امال جاي ليه وجايب بنته وطالع بيها على الهوا ليه؟ في رجال بتعرف تبقى متماسكه. هو في مصيبه. انا هقول لحضرتك، هو قاعد في مصيبه، امال هو جاي ليه النهارده؟ هاتك في السعيد بيتجوزني وليه بيقول ان هو مش ليه بيقول انا جوزت بنتي بدري مش هعمل كده تاني؟ فما نحكمش على الناس بس يا جماعه كده، واحنا ما قعدناش اتكلمنا معاهم. معظم معلش يعني يا ريت الناس بقى تاخد تعظ من هذا. معظم الصعيد، معظمه مش هقول كله، بيتجوز بنت 14 سنه بيروح يسننها. مش الصعيد بس، مش الصعيد بس، في كل حته، في الكوره وفي في كل حته. وبعدين حضرتك في المحافظات يعني النهارده حياتك لما بقى عندي بنتي وده ساكن عندي وهي رضيت وقبلت ووافقت انها تتجوزه، يعني الاب هيقول لا؟ يعني انا عشان انا راجل متماسك. لا يقول لي انت راجل متماسك مش شايل هم. انا لو شفته ساعتها الله اعلم كان ايه اللي هيحصل. انا حضرتك لو يا كنت فلقته نصين، يا كنت رميته تحت اي حاجه. المشكله دي عارفه والله. انا لو مسكته ساعتها انا رديت، كنت خليته ينفع تاني. انا رديت يا بص يا فندم، انا رديت. معايا ام علاء من سوهاج. الو،